بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي متابعيني الأعزاء، طلبة وطالبات بريمريتو، أهلا بكم في قناة ميس ولاء التعليمية. في الفيديو ده هنشرح أول يونت في كونكت بلس الترم الثاني، يونت 7، وهو بعنوان Where is it from. فإذا كنتم أول مرة تشوفوا فيديوهاتي، ياريت تدعموني باشتراك في القناة ولايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد لكم إن شاء الله. We went on school trip yesterday. Did you go to a museum? No, we didn't. We went to a farm to learn about animals. That sounds fun. Yes, it was. We saw horses, sheep, cows, and ducks. It was very interesting. School trip، رحلة مدرسية. Museum، متحف. Sounds fun، يبدو ممتع أو يبدو شيق. Farm، مزرعة. Animals، حيوانات. Sheep، خروف. Goat، ماعز. Rabbit، أرنب. Chicken، دجاجة. Duck، بطة. Horse، حصان. Donkey، حمار. cow، بقرة. fish، سمكة. animal product، منتجات حيوانية. milk، milk، لبن. egg، egg، بيض. cheese، cheese، جبنة. meat، ميت، لحم. وول، وول، صوف. It's small. It's got wings and feathers. It likes water. It's a duck.
الاوديو اللي سمعناه دلوقتي هو عبارة عن حاجة كده زي الفزورة، بيقول له it's small يعني هي صغيرة، it's got wings يعني هي عندها أجنحة، and feathers، feathers يعني ريش. it likes water هي تحب الماء. صديقنا التاني عرف الحل وقال له it's a duck يعني البطة. We went to the farm to see animals. We learned about animals' products. We get lots of things from animals. We get wool and milk from sheep. We get eggs and meat from chicken. We get meat and milk from cows. We get milk and meat from goats. We get from. طب تعالوا نحلل الكلمات بتاعتها واحدة واحدة. we بمعنى نحن، get نحصل على، from من. الاكسبريشن كله او التعبير كله عبارة عن او بمعنى we get from، نحن نحصل على الشيء ده من ايه. for examples We get meat and milk from cows. نحن نحصل على اللحوم والألبان من البقر. We get wool from sheep. نحصل على الصوف من الخرفان. We get eggs from chicken. السؤال فيها هيكون ازاي؟ أولاً هنجيب دو كفعل مساعد في البداية، وبعد كده هنجيب الجملة زي ما هي، هتبقى do we get from for example، do we get wool from sheep، do we get wool from sheep، هل نحصل على الصوف من الخراف أو من الخرفان؟ الإجابة هتكون إما yes أو no. طب لو yes في الأفيرماتيف في الإثبات هنقول yes we do، هنعمل حركة المقص بتاعتنا we do، or no we don't في النفي no we don't. why we use why to ask about reason. نستخدم أداة الاستفهام why للسؤال عن السبب. For example why do we exercise, why do we exercise، لماذا نتدرب أو نؤدي التدريبات الرياضية. To answer about this question بنستخدم to plus the reason أو السبب اللي هو بيكون الفعل فيه في المصدر. يبقى لما نجاوب على السؤال why do we exercise، لماذا نتدرب أو لماذا نؤدي التدريبات الرياضية، to get fit. to هنا احنا قلنا بيجي بعدها الفعل في المصدر اللي هو get.